السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس عنيزة الأهلية المسار المصري، أهلا وسهلا بكم. معكم مسمي معلمة الدراسات الاجتماعية. لنا لقاء مع الصف الخامس الابتدائي ودرس جديد في الجغرافيا. تعالوا يا بنات نعرف هناخد ايه. الدرس الأول اسمه الموارد المائية وتنميتها. هنعرف النهاردة ايه هي الموارد المائية اللي بتعتمد عليها مصر، وازاي نعرف ننميها، وكمان ايه هي انواعها. تعالوا نشوف. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. الماء هو مصدر الحياة على سطح الارض. يجي هنا سؤال يقول لي: تتنوع موارد المياه في مصر، ليه مصر عندها موارد مائية كثيرة؟ وذلك لوجود البحار والبحيرات ودرير نهر النيل. طب تعالوا يا حلوات نصنف الموارد المائية ونقسمها إلى قسمين. عندنا موارد مائية عذبة وموارد مائية مالحة. تعالوا نعرف المية العذبة بتتكون أو بتجيلنا منين. المية العذبة يا حلوات من نهر النيل، وده المصدر الرئيسي للشرب أو المصدر الرئيسي للمياه العذبة. عندي بحيرات عذبة زي بحيرة ناصر، ودي طبعا بحيرة صناعية. عندي مياه جوفية، عندي أمطار. طيب عندنا المياه المالحة زي البحر المتوسط، عندي البحر الأحمر، عندي مياه جوفية مالحة ودي بتبقى قريبة من البحار. عندي كمان البحيرات المالحة زي بحيرة قارون، ده غير ان مصر عندها 5 بحيرات في شمالها زي البردويل، المنزلة، البرولوس، إدكو، ماريوت. دي بالنسبة للموارد المياه العذبة وموارد المياه المالحة. تعالوا بقى نعرف أهمية المياه العذبة. أولا مصدر رئيسي للشرب والأغراض المنزلية. 2 تساعد على قيام الزراعة. 3 مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية اللي بتطلع من السد العالي. 4 يعتبر طرق نقل مهمة ورخيصة. 5 مصدر مهم للثروة السمكية. يبقى دي أهمية المية العذبة اللي موجودة عندنا في مصر. تعالوا نعرف طيب الملاحظات اللي موجودة عندنا زي السد العالي وأهميته. السد العالي يا بنات ليه أهمية كبيرة جدا زي ما هو موضح شكله في الصورة. أولا حمى مصر من أخطار الفيضان والجفاف، ده غير إنه مصدر مهم لتوليد الكهرباء. طب تعالوا نشوف يعني قبل السد العالي كان ممكن الأراضي المصرية بتبقى شكلها إيه. يا إما بيبقى فيضان في موسم معين. يعني إيه فيضان؟ المية بتزيد عن الحد. الفيضان هو زيادة منسوب الماء عن مستوى ضفتي النهر في موسم معين. المية بتزيد عن حدها الطبيعي فبتغرق كل اللي حواليها، سواء بقى قرى أو مدن أو بيوت. أما الجفاف فهو عكسها تماماً، برضو في موسم معين بيبقى فيه نضرة أمطار، فبالتالي بيضر بالأنشطة البشرية وخاصة الزراعة والرعي. كل ده ابتدى الوضع يختلف بعد بناء السد العالي، لأنه بيخزن الكمية المطلوبة وبالتالي بيستخدموها أو بنستخدمها في مصر بشكل مريح. عندي نهر النيل، وده بيستخدم كطريق للنقل المائي، وهو أرخص أنواع النقل خاصة النقل الداخلي. كمان عندي المياه الجوفية زي واحد سيوة، وبتعتمد الحياة فيها على المياه الجوفية وخاصة زراعة النخيل والتمور. نيجي بقى يا بنات للأمطار الشتوية. بتعتمد الزراعة في الساحل الشمالي لمصر على الأمطار الشتوية. طيب كده عرفنا المياه العذبة وأنواعها وبتبقى موجودة فين. تعالوا نعرف المياه المالحة مهمة في إيه. أهمية المياه المالحة في مصر: أولا زي البحار والبحيرات المالحة مصدر رئيسي لإنتاج الأسماك في مصر. 2 يستخرج من قاع البحار والمحيطات كل من البترول والغاز الطبيعي. 3 وسيلة للنقل البحري مثل قناة السويس. 4 يستخرج منها الأملاح المهمة مثل ملح الطعام. يبقى زي ما المية العذبة ليها أهمية، فبرضو المية المالحة ما تقلش أهمية عنها. تعالوا يا حلوات، على الرغم وجود المية عندنا إلا إني مشكلة بتقابلنا كبيرة جدا، وهو تلوث المياه. إيه أسباب تلوث المية سواء بقى في البحار أو في النهر؟ 1
إلقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه النهر أو البحر دون معالجة، تلاقي المصانع ابتدت ترمي مخلفاتها في البحر أو في النهر، فبالتالي ده بيلوث المياه. 2- تصريف مياه الصرف الزراعي في مياه النهر أو البحار دون معالجة. تصريف مية الصرف الزراعي لما بتبقى الأراضي الزراعية فيها كمية مية زيادة عنها، بتنزل المية في ناحية النهر أو البحار بدون معالجة، وطبعا المية دي بيبقى مية ملوثة بالمبيدات والأسمدة الكيميائية. 3- إلقاء مخلفات السفن في مياه النهر أو البحار. 4- تسرب زيوت البترول من ناقلات البترول في مياه البحار، وده طبعا بيدمر الثروة السمكية في البحر. طب هل الدولة ليها دور في حماية المية من التلوث؟ أكيد طبعا. تعالوا نعرف جهود الدولة لحماية المياه من التلوث. 1- معالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي ومياه الصرف الزراعي، تبتدي تعالج المية الملوثة وتحاول انها تعيد استخدامها وتزرع او انها تروي الاراضي الزراعية تاني بيها. 2- زيادة حملات التوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه، تبتدي الدولة تعمل حملات توعية او اعلانات سواء في التلفزيون او في غيره، بحيث ان يقولوا او ان هم يرشدوا استهلاك المية، ما يبقاش فيه استنزاف او اسراف في استخدام المية في الشوارع او في البيوت وغيرها. لغاية هنا اكون خلصت الدرس بتاعي، يا رب نكون استفدنا، ولنا لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.